برضه عندنا 9 شهر يخلصونها بشهر 400 400 الشهر. مشكلة تاعنا البلديات كامل كينسكسوا هكذا يا المرضى من جهة واحدة أخرى نسمعوا بيهم خلصوهم. حقوق تاع المعوق منسي. أنا عايش أنا مقتورة وحنا هكذا. عايشين في بريمر. ما كاش حقوق كما لازم. ومع حرمان هذه الفئة من منحتهم المكفولة لهم من طرف الدولة، تبرر مصالح الحالة الاجتماعية هذا التأخر الذي فاق 9 أشهر بتلاعبات وتعسف الإدارة. كان مشكل تاع المداولة. قمت درت النكري قدمت رئيس البلدية باش يدير لهم مداولة استثنائية. إلا أن المداولة هذه قام بها المجلس الشعبي البلدي في الوقت في الأجل المحدد. قاعدة المنحة تاعهم بين المراقب المالي وأمين خزينة لبني مسوس من أوت حتى الأسبوع الماضي باش يقول لغوسوفر أنه جوز لهم 5 شهر. المعوقين جاو اشتكاو وقالوا دخل لهم شهر واحد. الدي جيب توجور كاين روجي توجور كاين روجي لا سيمين باسي باش فراوها لهم. وفيما يتأخر موعد دفع المنحة ينتظر المعاق بصيص أمل ينسيه ألمه. في شأن المحلي وفي ولاية البيض أقدم المجلس الشعبي البلدي على غلق مقر الفرع الإداري البلدي لقرية مشرية الصغرى، ما حرم السكان من استخراج مختلف الوثائق الإدارية، وهو التصرف الذي اعتبره السكان استخفافا بهم وإخلالا بالوعود التي قطعها المنتخبون المحليون خلال حملتهم الانتخابية، كما أنه يتنافى وسياسة الحكومة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن. وأمام هذه الوضعية يضطر السكان إلى قطع أكثر من 30 كيلومتر ذهابا وإيابا لاستخراج وثائقهم الإدارية، علما أن القرية تنعدم بها تماما وسائل النقل. نور الدين رحماني بعث لنا بالتالي. المرحق البلدي راه كان يخدم كان كل شيء، دوك ما كان حتى واحد سوى واحد من الشبكة راه يخدم هنا. قلت له كانوا هنا يخدموا الكواق كانت مريق للحياة كما ضروك ما كانوا هال باش تقالي زي ورقة تروح 14 كيلومتر باش تقالي زي ورقة. احنا نطالبوا يعطونا حقنا جيبوا لنا خدامة. فرع البلدي هذا اللي راه هنايا ما عندنا اللي سني ورقة، ما عندنا اللي عمر ورقة ولا عمر لناش بزوزرة من هنا يعمروا لنا ورقة يدوها البيض تقعد يومين ثلاث أيام باش تجي. المندوب اللي فوتنا عليه وانتخبناه باش يجي هنا ويخدم لنا وقتنا هنا ما شفناش ديال اليومين هذا من نهار اللي انتخبنا عليه ما شفناش. إلى أخبارنا الدورية وفي شأن السوري، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن انتخابات العام المقبل ستحدد من سيحكم سوريا في المستقبل، مؤكدا ثبات الموقف الحكومي تجاه انتخابات 2014. ونقلت صحيفة السفيرة اللبنانية عن البرلمانية الأوروبية فيرونيك دوكايز التي التقت الأسد الخميس الماضي، نقلت عنها أن الرئيس السوري لم يبدي تمسكا بالسلطة إلا أنه يرفض ترك السفينة عندما تغرق حسب قوله. إلى ذلك قدمت إذن سوريا السبت جرد ترسانتها الكيميائية كما كان منتظرا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، آخر أجل حددته روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في 14 سبتمبر الجاري حسب ما أعلنته المنظمة. وأكدت هذه الأخيرة في بريد إلكتروني تلقته وكالة الأنباء الفرنسية أنها تلقت القائمة المنتظرة من الحكومة السورية حول برنامجها للأسلحة الكيميائية. هذا ويشكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وهذا أمام مطالبة واشنطن لنظام الأسد بتقديم قائمة دقيقة عن المخزون الكامل. التفاصيل نتابعها في تقرير محمد بسا. يشكك خبراء دوليون بعد الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو حول خطة لنزع الأسلحة الكيميائية السورية في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيميائية العسكرية السورية، ويشككون كذلك في مهلة شهرين لإرسال خبراء إلى سوريا. ويأتي هذا بعدما تسلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة من الحكومة السورية قائمة أولى بالأسلحة الكيميائية والتي يمتلكها النظام السوري في إطار برنامج تفكيكها.
حيث طلبت الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد بتقديم قائمة دقيقة عن مخزون الأسلحة الكيميائية لديها، أين قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدرس التفاصيل التي قدمها النظام السوري بشأن ترسانته الكيميائية. من جهتها جاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متناقضة، حيث قال إنه لا يمكنه التأكد بنسبة 100% من أن خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ستنفذ بنجاح. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد قبل أيام في مقابلة مع قناة تلفزيونية عن التزام حكومته بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، مواضحا في نفس الوقت بأن هذه العملية معقدة فنيا للغاية ومكلفة. وأمام كل هذه المستجدات والمحادثات اليومية حول حل سلمي للأزمة السورية التي تتواصل منذ سنتين ونصف، سيسعى من جهته الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى إقناع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، وهو واحد من الحلفاء الرئيسيين للأسد، أثناء لقائه الأسبوع القادم بالعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهذا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. المزيد من الأخبار العربية والدولية في هذه الإطلالة. شن 4 انتحاريين هجوما فجر اليوم على مركز للشرطة شمالي بغداد، وقتلوا 6 من قواتها الخاصة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار دام ساعة من الوقت، ولم تتبنى حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. كما قتل أزيد من 50 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء بمدينة الصدر شرق بغداد. هذا وانتخب الأكراد العراقيون اليوم برلمانهم الإقليمي في جو ميزه توتر كبير مع الحكومة الفيدرالية في بغداد. وأتت هذه الانتخابات في وقت يعيد إثارة مسألة الدولة الكردية على الساحة. شنت قوات الأمن الأفغانية غارة على مخابئ لحركة طالبان في منطقة نجراب بمقاطعة كابيسا شمال شرق أفغانستان السبت، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحا من بينهم قائد لطالبان. وعلى صعيد آخر، أعلن حلف شمال الأطلسي ناتو اليوم عن مقتل 3 من أفراد قواته في إطلاق نار بأفغانستان، وفق لما أعلنه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وبكينيا ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح في نيروبي إلى 22 قتيلا في هجوم شنه مسلحون اليوم على مركز تجاري في العاصمة الكينية الذي يتردد عليه الكينيين الأغنياء. وذكرت الشرطة الكينية أنه سمع دوي انفجارات وتلقت رصاص، واستدعت الشرطة ضباطها لمواجهة مجموعة من المسلحين المشتبه بقيامهم بالهجوم. لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 5 مسلحين ينتمون لجبهة تحرير مورو الإسلامية إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بينهم وبين قوات نظامية اليوم جنوب البلاد. وقتلت امرأة مسنة أثناء تبادل إطلاق النار بين الجانبين إثر سقوط قذيفة على منزلها. ويذكر أن 10 جنود فلبينيين و3 ضباط بالشرطة قتلوا في موجة الأخيرة من الاشتباكات التي أدت أيضا إلى تشريد أكثر من 118 ألفا من سكان المنطقة، ولا يزال المتمردون يحتجزون عددا من الرهائن. عودة إلى أخبار الوطن وتحديدا بعاصمة الجنوب الغربي بشار، وفي إطار زيارة تضامنية بهدف التوقيع على اتفاقيات لمرافقة وتمويل ورعاية العديد من الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي بالولاية، قام بها الرئيس المدير العام لموبيليس رفقة توفيق مخلوفي البطلة الأولمبية. أكد السيد سعد داما أن هذه المبادرة التضامنية تندرج في إطار استراتيجية تشييد برنامج الأعمال الخيرية والموجهة خصيصا لولايات الجنوب، بحيث تلتزم موبيليس التي تساهم في كل مرة بمرافقة الحركات الجمعوية بمواصلة دعم ورعاية الرياضة وترقية العلوم والحفاظ أيضا على التراث الثقافي. نور الدين مزري والتفاصيل. لقائنا اليوم يندرج ضمن استراتيجية يتم تنفيذها تكمن في مرافقة كل الجمعيات الشبانية
ورعاية كل المشاريع التي تهدف إلى خدمة الجزائريين وتحسين ظروف معيشتهم. هناك عدد من الجمعيات تنشط في المجال الثقافي الرياضي والجمعوي بصفة عامة. في أخبارنا الثقافية، يبدأ المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي نشاطه للموسم الجديد من الجنوب من خلال تنظيم الأيام المسرحية للجنوب للسنة السادسة على التوالي من 23 سبتمبر إلى 30 من ذات الشهر وبمشاركة 11 فرقة. وستتبع هذه التظاهرة تتبعها نشاطات وطنية ودولية كثيرة في الأيام القادمة. زاهدة ثابت والتفاصيل. الهدف من هذه الأيام هو أولا رفع الغبار عن ما ينتج في الجنوب الجزائري. والمسرح الوطني بدأها صافي هذه 7 سنين لما أرسل مجموعة من المكونين إلى تمنراسة إلى ورقلة وإلى أدرار، في حيث أنهم كانت هذه اللبنة الأولى اللي خلقت في الجنوب الجزائري. كان الدورة الأولى بديناها بخمس فرق، اليوم رانا في 11 فرقة باقتراح 27 فرقة من الجنوب الجزائري. أما عن تزامن هذه التظاهرة مع نشاطات أخرى عديدة كمهرجان الفيلم العربي بوهران ومهرجان مسرح الفكاهة بالمدية، أرجع مدير الاتصال بالمسرح الوطني السبب إلى كثرة النشاطات الثقافية في هذه الفترة. هذا راجع إلى كثرة النشاطات الثقافية وزخم الحياة الثقافية في الجزائر، خاصة في السنوات الماضية، لأنه لا يمر أسبوع ولا يمر شهر إلا وهنالك مهرجان. هذه كذلك لازم نقول أنها متفرقة، كاين في وهران، كاين في مدية، كاين في العاصمة، كاين في قسنطينة، إذن هي يعني متفرقة ومتعدة تعدد مناطق الجزائر. نحن نقدم دعوة عامة لكل نساء ورجال وشباب المتواجد في العاصمة وخارج العاصمة من أجل الحضور إلى المسرح الوطني الجزائري يوميا على الساعة 4:30 بقاعة الحاج عمر وعلى الساعة 7 مساء بالمسرح الوطني القاعة الكبرى، من أجل أولا الاستمتاع لأنها عروض جميلة وشيقة جدا. من العادات والتقاليد التي لا زالت ضاربة في أعماق مجتمعنا تلك المتصلة بأرياف ولاية تيارت، أين كان لتلفزيون النهار جولة بحث عن المزيد من مكنونات هذا المكان. وقفنا هذه المرة عند ظاهرة بناء لحويطة. ديار بن داود التقى بسكان المنطقة وعاد لنا بالتالي. لحويطة ظاهرة قديمة استطاعت أن تحافظ على استمرارها من جيل لآخر، حيث لا يزال جل سكان الريف التيارتي خصوصا المناطق الجنوبية يحافظون على هذا الموروث وزيارته من حين لآخر خصوصا يوم الجمعة. الحويطة هذه ابنها حياة بي، الساس نتاعها دارها بي، احنا نقول سيدي يخدموا سيد سيدي عطلة هايا، نقولوا نطلبوا ربي وذا الوالي هاو، حنا وخايوتنا ولاد خايوتنا ووليداتنا واللي عندنا كاع واللي كاع اللي كاع لينا فاميلتنا كاع. كانت بمثابة أمكنة يتعبد فيها أجدادهم، فاتخذ منها الأبناء بركة للبناء فيها والحفاظ عليها إلى غاية يومنا هذا. مسوب الأسباب تاعهم الله أعلم كيفها بدات كيفها انتهت الله أعلم. واليوم احنا ثاني رانا مازال شادين في العاده تاع الوالدين، مازال الصالحين، مازال العاده تاع الوالدين، مازال كيف كيف. احنا محسوب نزوروها نديروا فيها، نقولوا ذاك علام كيما رانا نقولوا علام، ونديروا فيها الشمع ليله الجمعه باه محسوب ندوا دعوات الخير منها. تقاليد وان كانت غريبه لكنها استطاعت ان تحافظ على مكانتها وسط التطور الذي يشهده العصر، تاركه حكمه تقول: من ليس له ماض لن يكون له حاضر ولا